هنا في كربلاء افتتح معمل الأكسجين الطبي التابع لأمانة العتبة الحسينية المقدسة، والذي يؤدي دورا مهما في توفير مادة الأكسجين للمؤسسات الصحية في داخل المحافظة وخارجها، وللمواطنين التي تتطلب حالتهم وجه السرعة في تجهيزهم بالأكسجين وسط استنفار كبير لملاكات المعمل لسد حاجة المصابين والمحتاجين للإنعاش الطبي. توجيه من الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة وللظرف الحالي اللي تعاني من المواطنين بسبب جائحة كورونا، قامت العتبة الحسينية المقدسة بإنشاء معمل الأكسجين، معمل نبع الوارث للعتبة الحسينية لتوزيع القناني الأكسجين على المستشفيات مجانا. وهذا المعمل طبعا القدرة الإنتاجية إلى من 400 إلى 500 قنينة في اليوم الواحد، معمل منشئ أوروبي طبعا لا يعتمد على الغاز السائل وإنما يعتمد على الهواء الجوي يتم سحبه وتحويله إلى أكسجين طبي بآلية حديثة جدا. التوزيع طبعا هو في الوقت الحالي للمستشفيات الحكومية باعتبار الحاجة ضرورية، وإحنا مباشرين طبعا المستشفيات تجهيزنا ليل النهار للمستشفيات، والحالات الخاصة من المواطنين اللي يحتاج نتأكد منه أنه محتاج نقدر إحنا نودي له إياه أو هو يجيب القنين إحنا نملي له إياه يعني. عمليات التعفير والتعقيم مستمرة للقناني والسيارات التي تجهز الأكسجين الطبي الذي يمر بمراحل علمية وفنية ابتداء من الهواء الطلق وصولا للأنابيب والمعدات حتى يدخل في القناني المخصص له في خطوة للاكتفاء الذاتي للمواطن الذي أثنى على هذه الجهود الطبية لمساعدة المرضى. يعني حقيقة خطوة موفقة هي من العتبة الحسينية أنه تفتتح معمل لإنتاج الأكسجين خاصة في هاي الظرف الحساس بمدينة كربلاء وجائحة كورونا اللي ويعني شحة الأكسجين اللي سببت الكثير من الحالات الحرجة أدت إلى وفاة بعض المصابين. أعتقد اليوم هذه البادرة هي بادرة موفقة من قبل العتبة الحسينية، وأيضا يعني خاصة أنه هذا المعمل ينتج أكثر من 400 أسطوانة في اليوم، وأيضا هو ليس فقط لمحافظة كربلاء بل المحافظات العراقية كافة، فيعني اعتقد هي جاءت في الوقت المناسب حتى تردع بعض ضعاف النفوس من يحاول ان يستثمر هذه الظروف ويرفع سعر اسطوانه الاكسجين اللي وصلت اكثر من 200 الف دينار عراقي. هناك حكمه تقول الماء سر الحياه، وفي ازمه كورونا الاكسجين الطبي سر الحياه، ملاكات تعمل على قدم وساق لانقاذ حياه المصابين بهذا الوباء. لقناه التغيير الفضائيه جاسم الهميم كربلاء.